ومن الامور اللي بنتعرض ليها في اول السنه الهجريه هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء من الايام الجميله جدا، تحمل معاني كتيره قوي قوي قوي. يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى، وقصه اليوم ده محترمه جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اليوم ده من وهو في مكه، كان قبل ان يذهب الى المدينه كان يصوم هذا اليوم، وكان مفروض يعني كان يعتبره فرضا رسول الله وكان يواظب عليه. وفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الى ان جاء شهر رمضان، فلما فرض رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا اليوم سنه. وفي السنه اللي قبل ان يموت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسال قالوا يوم نجى الله فيه موسى. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سال وقالوا له يوم نجى الله فيه موسى، سيدنا موسى لما عرف فرعون ان هو رسول الله ادركه هو وجنوده. وفي اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى انه يضرب بعصاه البحر، فكانت نجاة سيدنا موسى. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منهم. الكلمه اللي قالها سيدنا النبي دي عظيمه جدا، لانها بتؤكد على قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين احد من رسل الله. كان ممكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعدي المشهد ويعدي الموقف، لكن الأنبياء كلهم جاءوا ليثبتوا وحدانية ربهم وليجعلوا الناس يعيشوا في سلام. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إحنا أولى بسيدنا موسى، وقال كلمة قال لئن أحيانا الله إلى قابل، يعني السنة اللي جاية لنصومن التاسع والعاشر، يعني هنصوم 9 و10. حلو قوي الكلام ده. السنة اللي بعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبض، يعني توفي قبل أن يأتي يوم عاشوراء، وأصبح صيام يوم عاشوراء على 3 مراتب. نتكلم بقى بالراحة عشان الناس بتختلف، نصوم يوم عاشوراء لوحده ولا يوم قبله ولا نعمل إيه؟ أعلى المراتب أن تصوم يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني 9 10 11، وده ورد في السنة. اللي الشائع أن تصوم يوم عاشوراء، دي المرتبة الثانية، أن تصوم يوم عاشوراء ويوم قبله. المرتبة الثالثة أن تصوم يوم عاشوراء وحده، يعني يوم 10 بس. وبالمناسبة النهاردة 9 محرم، لأن شهر محرم ابتدى يوم الجمعة الماضي، فالنهاردة 9، لأن ناس كتير اتلخبطت هل النهاردة 10 ولا النهاردة 9. النهاردة 9 وبكرة إن شاء الله، النهاردة 8 بكرة 9 ويوم الحد 10، يعني يوم السبت إن شاء الله 9 ويوم الحد 10، علشان الناس اللي اتلخبطت وتبرجلت. شهر محرم ابتدى يوم الجمعة، فالنهاردة 8 بكرة إن شاء الله 9، يعني اللي عايز يصوم يصوم بكرة، وبعدين بعده اللي هو يوم الحد يوم 10. يجوز إن أنا أصوم يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني 9 10 11. يجوز إن أنا أصوم يوم عاشوراء ويوم قبله اللي هو 9 و10، ويجوز إن أنا أصوم يوم عاشوراء منفردا 10 بس. طب إيه فضل صيام يوم عاشوراء؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه بيكفر سنة قبله، يعني بتضمن كفارة الذنوب. دي حاجة مهمة جداً.